ضمن سلسلة فعاليات للاحتفال بيوم السكر العالمي، نظم قسم الصيدلة في مستشفى العدان هذه الفعالية لتحقيق أكثر من هدف: التواصل مع الزملاء في المستشفى، مع المرضى والمراجعين، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص كلهم في اختصاصه في خدمة مرضى السكر. النصائح التي تكررت في أكثر من موقع اللي هو ضرورة الحركة نص ساعة على الأقل في اليوم لمدة 5 أيام في الأسبوع، اختيار الغذاء من خلال زيادة الجرعة المتوازنة ما بين الفاكهة والخضروات والبروتينات، والتقليل ما أمكن من الكربوهيدرات، كذلك الفحوصات الدورية، كذلك يعني اليقظة والحذر فيما يخص دهون الدم، كذلك المراعاة التاريخ المرضي والحرص على اتباع العلاج والأدوية أو الأبر الإنسولين اللي من خلالها نوصل لسيطرة أكثر فعالية على مستويات الإنسولين ومستويات السكر في الدم. هناك كان من يراعي جوانب متطورة في القياس للنوع الأول اللي يعتمدون على الإنسولين، هناك كذلك بعض الأدوات اللي كانت تحاكي جروح مرضى السكر وكيفية القياس البادي ماس إندكس ونسبة الدهون في الجسم وكيفية التعامل معها. كان هناك مشاركة فعالة من جميع الأقسام في مستشفى العدان: التغذية، التمريض، الصيدلة، بالإضافة إلى ضيوفنا من برا المستشفى. الرسالة إلى مرضى السكر اللي كان شعاره: نريد أن نتطمن عليك، فلا اغتنموا هذه الفرصة وحياكم للمعرض لأنها تصنع فرقا في جودة الحياة. شكرا. من الأشياء اللي ننصح فيها مريض السكر إنه يعتني بالغذاء ماله، الأدوية بروحها مو كافية إن تنزل السكر عنده. بالنسبة لمرضى السكري من المهم ممارسة الرياضة بشكل منتظم ودوري، وهذا مهم للوقاية وكذلك للعلاج، وأيضا مهم اتباع نظام غذائي صحي يمتاز بكثرة الألياف من الخضروات ومن الحبوب الكاملة، كذلك يمتاز بالدهون المفيدة، ويتجنب السكريات والحلويات اللي ترفع نسبة السكر بشكل حاد. إلى مريض السكر، لصحة أسنانك أرجو التوقف تماما عن استخدام السكر واستبداله بالعسل، والتوقف تماما عن استخدام المحليات الصناعية. الرحيم، قسم الصيدلة يشارك اليوم في فعالية يوم السكر العالمي. هذه الفعالية اللي نهتم فيها بمريض السكر وحتى المرضى الأصحاء، ليكون لنا دور وقائي قبل حدوث المرض واكتشافه، وأيضا يكون لنا دور علاجي ونصح للمرضى من خلال توجيه الاستخدام المباشر للعلاج والفحوصات المطلوبة. وأيضا شاركنا اليوم الأقسام التمريض والتغذية وصحة فم الأسنان، ولهم دور كبير في عملية النصح والإرشاد لمرضى السكر زوار المستشفى وأيضا الزملاء العاملين في المستشفى. وهذا اليوم هو يوم أيضا يكون فيه كثير من الأفكار وتبادل الآراء بين الصيادلة في قسم الصيدلة والصيادلة الأكلينيكيين في نصح أخوانهم المرضى، لذلك هو يوم مميز. نشكر فيه جميع المشاركين ونشكر في زملائنا الصيادلة، وشافاكم الله من كل مرض ومكروه، يعطيكم العافية.